هذه بشرى نزورها لشعبنا الفلسطيني في الوطن الشتات انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام. هذه كلمات إسماعيل هنية التي خرج بها مخاطبا الشعب الفلسطيني ومعلنا نهاية لحقبة من الانقسام السياسي بين حماس وفتح قبل عام من الآن، اتفاق ضم الكثير من البنود أبرزها تشكيل حكومة التوافق التي رأت النور بعد شهر ونصف من الاتفاق، فيما لم تعقد جلسة للمجلس التشريعي ولم يدعى لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير. أولى عقبات الحكومة ملف دمج الموظفين، ملف أغلقت على إثره البنوك العاملة في القطاع بعد خلافات بين موظفي السلطة وموظفي حكومة هنية السابقة، ثم جاءت الحرب حاملة ثقل 50 يوما من الدمار وضعت على كاهل الحكومة فيما عرف بملف إعادة إعمار غزة، ملفات جسام كما يقول المواطنون. الطرفين اتفقوا على ألا يتفقوا لشيء يخصنا أو بمصلحتنا، إحنا هيك شايفين. جاءت الحكومة إلى غزة واجتمعت بعد وقف إطلاق النار بشهرين ولم تحمل أي حل جذري لملفات غزة، الإعمار وملف الموظفين الذي لا يزال عالقا، فيما تبادلت حماس والحكومة الاتهامات بخصوص تسليم المعابر وبسط نفوذ الحكومة. يعني الحكومة احنا فيش لها ثقة بالمرة، فهي اما بتلتزم خدماتها ورفع الحصار والتزامها بدفع الرواتب يا اما بترحل. انا لحتى الان مش شايف على أرض الواقع الاتفاق، إنما في الشيء يعني يتقدم ببطء. وإذا كان الحال في غزة بهذه الصورة الصعبة، فإن المشهد في الضفة الغربية لا يبدو منفصلا سياسيا وإن فصلته الجغرافيا. أما هنا بالضفة فإن التفاؤل الذي شعر به الفلسطينيون غدا توقيع اتفاق الشاطئ فسرعان ما تحول إلى ما يشبه خيبة أمل حيال قدرة الشركاء السياسيين على إنهاء الانقسام الذي تغلغل في مفاصل الحياة والقوانين والسياسات في شطري الوطن. يكاد يكون الحاج عثمان من أكثر الفلسطينيين متابعة لتقلبات الانقسام ومحاولات المصالحة، فهو من يتصفح يوميا كل جديد في الصحف حول الانقسام والمصالحة ومعاناة الفلسطينيين من هذا المسلسل الطويل. يحز في نفسي أنه قيادات قاعدة بتحكي على بعضها، يعني سواء من فتح من حماس وبعض القيادات الثانية اللي عاملة حالها تتوسط، لكن ما أظن أنها تتوسط، بس مجرد بتحاول بدها تكسب. ينظر الفلسطينيون بعين الشك حيال أي تقدم في المصالحة حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة وزياراتها المتكررة لغزة، وذلك بسبب انعدام إنجازات فعلية على الأرض كان آخرها مغادرة وزراء حكومة التوافق غزة قبل مرور أسبوع على استلام مهامهم فيها. لن تستطيع حكومة الحمد الله القيام بأي دور في قطاع غزة لأنها حكومة مع وقف التنفيذ، أي أن التقدم في تحقيق مهماتها لا يزال مرتبط بالتوافق خارج نطاق هذه الحكومة، أي في إطار الفصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني. 9 سنوات على الانقسام وعام كامل على اتفاق المصالحة، لم يتخيل الفلسطينيون يوما أنه سيطول لهذا الحد، لتضاف إلى معاناتهم معاناة أخرى سياسياً.